حصل حاجة حاجة كويسة ومحترمة وإنسانية إلى أبعد الحدود. سيدة مصرية فاضلة في محافظة اسكندرية. انتوا شايفين قدامكم ده ايه؟ ده جهاز عروسة. كل بقى لوازم الجواز. كل حاجة. هذه السيدة بنتها توفت. الله يرحمها يا رب. وده جهاز هذه الابنة المتوفاة رحمة الله عليها. تيجي الأم تعمل إيه؟ تقرر إنها تتبرع بكل هذا الجهاز إلى 4 أيتام. وإنها تتبرع بتوفية كل متطلبات زواج الأربعة. شوف هنا بقى المصريين والمصريات عاملين إزاي. بقدر حزنها بالتأكيد على بنتها، بقدر الألم اللي بتعانيه أم، وخلي بالك ألم الفقد عند الأم ده أصعب وأشنع ألم، مفيش زي كده، إلا إنه بقدر هذا الألم تقرر إنها تقلل من معاناة ناس، ترفع ألم عن آخرين، ترفع معاناة عن آخرين، ومش بس كده تخليهم يفرحوا وهي ممتلئة بآلام الفقد. ياه، إيه المصريين دول؟ إيه المصريات دول؟ فتبرعت وعن طيب خاطر وتسأل الناس الدعاء لبنتها الله يرحمها يا رب. احنا معانا أستاذ إيهاب سعد خير الله، وهو خال الفتاة المتوفية، وهو شقيق هذه السيدة الفاضلة اللي تبرعت بجهاز بنتها. أهلا بيك يا أستاذ إيهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا البقاء لله سبحانه وتعالى، البقية في حياتكم، وثانيا الواحد مش عارف يقول لكم إيه، يعني الفكرة دي جت إزاي على بال أخت حضرتك في كل الألم أو في ظل كل هذا الألم اللي هي بتعانيه؟ والله احنا يعني راضيين بقضاء الله وقدره، والسبيه جت لاختي. هي اولا كان نفسها تشوف بنتها عروسه طبعا، الله يرحمها يا رب، ولكن حكمت ربنا في الوقت اللي هو اللي ربنا حدده، وهي كانت راضيه بقضاء ربنا وقدره الحمد لله ونعم بالله سبحانه وتعالى. ووجهت هذا الجهاز ازاي؟ يعني هي خدت قرار ان هي هتتبرع بهذا الجهاز لأربعة من الأيتام يساعدهم في الجواز بإذن الله. وجهته ازاي؟ هي راحت لدار أيتام. ايوه. واتبرعت بالجهاز بتاع غادة الله يرحمها. الله يرحمها يا رب. لأن هي غادة أيام ما كانت عايشة كانت بتحب تشوف كل الناس مبسوطة. الله يرحم غادة. هي كانت سبب ان هي بعد ما ربنا افتكرها ان هي برضه بتبقى سبب في ابعاد بنات ثانيه زيها. طيب انا لاحظت في الخبر انه غادة رحمة الله عليها توفت قبل زواجها على طول، يعني هو ايه اللي حصل؟ والله غادة تعبت مره واحده، حتى برضك يعني احنا استغربنا من تعبها مره واحده ده، فاخدناها وتوجهنا بيها المستشفى. دخلت العنايه، قعدت في العنايه 3 ايام، وكان عندنا امل كنا كبير ان هي كناش متوقعين ان هي تخش المستشفى واحنا رجعنا غيرها، بس هو قضاء ربنا وقدره ان هو خلاص يعني عمر غاده انتهى لحد كده، واحنا يعني برضك يعني تقبلنا الخبر. كان صعب على والدتها طبعا، كان صعب علينا كلنا الخبر طبعا، ولكن تقبلنا الموضوع ان احنا قلنا يعني هو ربنا شايف ان هو راحتها في كده.
ربنا كتب لها الخير بإذن الله، ربنا يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويصبركم بإذن الله يا رب، ويصبر والدتها بالتأكيد. أشكرك جدا أستاذ إيهاب، كل الشكر أستاذ إيهاب سعد خير الله شقيق السيدة الفاضلة اللي تبرعت بجهاز بنتها المتوفية عشان تفرح بني أدمين تانيين.